ينتظر مارك وبن المصعد. يريد مارك النزول إلى الطابق الأول ويريد بن تناول العشاء في الطابق العاشر. وصل المصعدان في آن واحد وصعد كل منهما في مصعد مختلف عظيم. أحدهما ليس ذكيا بما يكفي. من هو؟ إنه بن، يحتاج إلى الصعود لكن المصعد متجه للأسفل. بينما أنت مستمتع بمشاهدة التلفاز يرن جرس الباب. لم تكن تنتظر أحدا لكنك تنهض لتتحقق من الطارق. بيد أنك لم تجد سوى سلة من الحلوى ومعها رسالة تقول: عزيزي تشارلي، أشكرك على مساعدتك، وأنا حقا معجبة بك وأريد الخروج معك إن لم تكن تمانع، مع محبتي. كانت الرسالة مجهولة الهوية وليس لديك أدنى فكرة عن المرسل، لكن لحسن الحظ فهناك لغز قصير: الثالث من أغسطس، الرابع من فبراير، الخامس من أبريل، الثاني من ديسمبر. هل يمكنك فك هذه الشفرة ومعرفة هوية المعجب السري؟ الثالث من أغسطس يعني الحرف الثالث في أغسطس، وهو الحرف سين. الرابع من فبراير يعني الحرف الرابع في فبراير، وهو الحرف ألف. الخامس من أبريل يعني الحرف الخامس في أبريل، وهو الحرف لام. والثاني من ديسمبر يعني الحرف الثاني من ديسمبر، وهو الحرف ياء. إذن سالي اسم المعجبة السرية، هل تعرف أحدا بهذا الاسم؟ تفتح عينيك لتجد نفسك أسيرا في زنزانة وهناك كشافان لإضاءتها. اتجهت نحو الباب لفتحه لكنه مغلق بالطبع. هناك ثلاثة أزرار على الجانب الأيمن من الباب: زر أحمر وزر بنفسجي وثالث أصفر. أحد هذه الأزرار زر النجاة، وسيغلق الزران الآخران الزنزانة للأبد. لكن لحسن الحظ هناك تلميح بسيط للحل: بافل سازن الجيرة. ما الزر الذي ستضغط عليه كي تهرب؟ إذا وضعت الأحرف بالترتيب الصحيح ستحصل على الزر البنفسجي. وبما أنه هناك زر سيحررك وآخران سيحبسانك في الداخل، جرب حظك مع الزر البنفسجي. جيسي أم لثلاثة أبناء وتعمل في قسم التحقيق في الشرطة. تعود إلى منزلها في وقت متأخر ذات ليلة وتتجه إلى المطبخ لتحضير العشاء لأبنائها. وجدت الأم في المطبخ فوضى عارمة، يبدو كأن أحدهم تناول طعام العشاء بالفعل. شطيرة معكرونة بالشوكولاتة، إنها لا تسمح لأبنائها بتناول هذا النوع من الطعام. صعدت جيسي إلى الطابق العلوي وجمعت جميع بناتها كاتي وسيرينا وهانا. كنا مشغولات بتحضير واجباتهن المنزلية وأنكرنا جميعا أمر تناول المعكرونة بالشوكولاتة، لكنها متأكدة من أن إحداهن تكذب. كيف عرفت جيسي؟ لو عدنا إلى المطبخ لوجدنا سكين على الجانب الأيمن من شطيرة المعكرونة بالشوكولاتة. هذا يدل على أن الشخص الذي أعد الشطيرة شخص أعسر، ولديها ابنة واحدة عسراء وهي هانا. ذات يوم بينما كنت تائها في الغابة وجدت أمامك منزلا صغيرا مخيفا بين الأشجار، يبدو كأن ساحرة تعيش فيه. ليس لديك خيار آخر سوى الدخول والسؤال عن طريقة الخروج من هذه الغابة المخيفة. توافق الساحرة لكن على شرط، ألا وهو أن تلعب معها لعبة. وإذا تمكنت من معرفة الإجابة الصحيحة فستسمح لك بالذهاب، وإن أخطأت في الإجابة ستبقى معها إلى الأبد. إليك سؤال: هناك شيء خاص بك بالكاد تستخدمه لكن يستخدمه الآخرون وبكثرة، فما هو؟ إنه سموك. بينما تتجول في غابة أخرى تجد نفسك في مكان مليء بالساحرات. تحاول أن تختبئ قبل أن يتمكن من رؤيتك، لكن فات الأوان. ما الذي يريدنه منك؟ إنهن هادئات تماما ويحتجن لمساعدتك.
إنهن ثمان ساحرات، لكن هناك مشكلة ما. المشكلة ليس لها علاقة بعدد الشموع الكثيرة أو صغر حجم الكعكة. يمكن للسكين السحري الذي يستخدمونه التقطيع ثلاث مرات فقط، ولا يمكنهن التوصل إلى طريقة لتقطيع الكعكة إلى ثماني قطع. هل يمكنك ذلك؟ أولا قطع الكعكة إلى نصفين، ثم قطعها مرة ثانية لتحصل على أربعة قطع. والآن قطع الكعكة جانبيا لتكون طبقتين. الآن كل منهن ستحصل على قطعة. حصلت هيلينا أخيرا على جيتار جديد. كانت تريد العزف عليه مباشرة، لكن عليها الذهاب إلى المدرسة. أغلقت الفتاة غرفتها وغادرت المنزل، وعندما عادت في المساء لم تجد الجيتار. تنتمي هيلينا لعائلة مرحة تحب إجراء المقالب، وعندما سألت الجميع عن الجيتار كانت إجاباتهم كالتالي. قالت الأم إنها لم تشاهد الجيتار أبدا، أما والدها فقال إنه رأى الجيتار عند مروره بجوار غرفتها، لكنه لم يدخل إليها لأنه كان مشغولا. وقال أخاها إنه كان في المنزل وقضى وقته كله في الطابق السفلي. لم تستغرق هيلينا وقتا طويلا لحل اللغز. ماذا عنك؟ كان والدها يكذب عندما قال إنه رأى الجيتار أثناء مروره بالقرب من غرفتها، لكن هذا مستحيل كون هيلينا أغلقت الباب عند خروجها. غادرت السيدة ميلر المنزل ووضعت لابنها ورقة نقدية بقيمة 100 دولار في غرفة الطعام، لكن قال الابن إنه لم يرى المال قط. كان هناك ثلاثة آخرون في المنزل في ذلك الصباح: البستاني ستيفن، والطباخ بيل، والخادمة مولي. قال ستيف إنه رأى النقود لكنه رجل أمين ولم يأخذها. قال بيل إنه قضى الصباح في المطبخ ولم يرى النقود قط. قالت مولي إنها اضطرت لفتح نافذة المطبخ لكنها أرادت أن تحمي الورقة النقدية من الطيران للخارج، لذا وضعتها في هذا الكتاب بين صفحتين 35 والسادسة والثلاثين. هل يمكنك أن تخبرنا من الكاذب؟ إنها مولي. من غير الممكن أن تضع النقود بين صفحتين 35 والسادسة والثلاثين، فهما وجهان لصفحة واحدة. كيفن أب يعيش لوحده مع بناته الأربعة، وذات يوم بقي في العمل لوقت متأخر من المساء، فتلقى مكالمة من أحد الجيران. رأى الجار للتو إحدى بناته تتجول مع أصدقائها في حي آخر بعيد. كان المكان مظلما، لذا لم يستطع الجار معرفة أي بنت منهن كانت من رآها. عندما عاد كيفن إلى المنزل سأل بناته عمن خرجت بعد حلول الظلام. قالت ليلي إنها كانت تقرأ الكتب طوال المساء. قالت ماديسون إنها كانت تلعب أونو. قالت رايلي إنها كانت في الحديقة الخلفية في حمام السباحة. وقالت آفا إنها كانت في غرفتها تتحدث إلى صديقتها. عرف كيفن على الفور الكاذبة من بينهن. ماذا عنك؟ إنها ماديسون، فمن غير الممكن أن تلعب أونو لوحدها. لقد كانت تخفي شيئا. كان جوش يسير في إحدى الغابات ليلا وصادف قلعة قديمة. كان الفتى فضوليا للغاية، لذا وجد طريقة للدخول وسار في الممر. وبعد فترة وجيزة التقى بثلاثة أشخاص قالوا إن اثنين منهم من المستذئبين ومصاص دماء واحد. لقد أرادوا حبس جوش هناك إلى الأبد، لكن في النهاية قرروا منحه فرصة واحدة للهرب. كان عليه أن يحذر من يكون مصاص الدماء من بينهم. سمح له بطرح السؤال نفسه على كل منهم دون أن يكون السؤال هل أنت مصاص دماء. كان سؤال جوش: ما لون عينيك؟ لماذا اختار هذا السؤال؟ وكيف له أن يساعده؟
لا يوجد لمصاصي الدماء انعكاس في المرآة ولا يظهرون في الصور، لذا لن يعرف مصاص الدماء لون عينيه. وقت المكافأة. هل يمكنك أن تفكر في أي سؤال آخر يمكن أن يطرحه جوش على هؤلاء الرجال الثلاثة؟ ما مدى معرفتك بمصاصي الدماء والمستذئبين؟